السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. أوكي، بهيك حالة إحنا عدنا الـ variables هذه. هلأ شو وصلنا؟ في عدنا الـ PHP variables هي حساسة للـ يعني نعتبرها case sensitive. المقصد بالـ case sensitive بالـ PHP variable names هي case sensitive. أسماء الـ variable هي حساسة للـ capital والـ small. فإذا الـ variable لما نجي نذكر هنا for example ناخذ هذا copy وننزل للأسفل. أوكي، بنعمل هيك، خلونا نعمل مرتين break. أوكي، هلأ equal string is str، بس خلونا هون نجي ناخذ هذا ال str أو ممكن إنه في أسفلها بنعمل لاحظ هيك نوع من ال variable like str1، وهون نكتب فقط محمد str1. فهذا حيعمل equally man، حيعمل equally ال str1. جميل جدا، مفروض من عنده انه هو يعملنا output. خلونا نعملنا save، مفروض يطلع عندنا هنا كلمة محمد. refresh، that's it، string is محمد. هلا خلونا نشوف ال case sensitive. لو جينا هون عملنا ال str1، ال s عملناه في ال capital. هلا ال str هذا انت بتشوفها هي مشابهة لل str هذا، لكن في ال PHP case sensitive هذا انكتب في ال small كل الأحرف، فهذا لازم مفروض يكون نفس الشيء. فبهيك حالة حيعطينا ايرور. خلينا نشوف، لو جينا لهون وعملنا refresh بنلاحظ undefined variable str1، بمعنى انت بتحتاج تعمل define لهذا ال variable بعد هيك تعملها submit. بنلاحظ ايضا هون بيعطينا فائدة اخرى في line 21 string is قام بعملية الطبع، بس لكن ما ظهرنا ال variable. ليش؟ لانه ال variable غير معرف، وعطانا اين المشكلة في ال line 21. هلا لما بنجي بنلاحظ انه فعلا في ال line 21 في مشكلة، خلونا نصححها. s، هلا save. كذلك الحلو في ال eclipse بيظهر لك كل ال variables الموجودة s str str1. فهون بنعمل save، بنرجع مرة اخرى لل web، بنعملها refresh، بنلاحظ انه ما عندنا اي مشاكل. هلا في عندك ال php variable rules. بال PHP variable rules مفروض من عندك انه هي تبدأ بالletter او تبدأ بالunderscore. اوكي، ال PHP variable ما ممكن انه يبدأ بالnumbers او special symbol اللي هي علامة الهاش، الات، علامة التعجب، لا تبدأ بهذا. اوكي، كذلك لا تبدأ بالارقام. يعني ما بينفع انه انت تبدي هون دولار واحد str، اوكي ما بينفع هذا الشيء، او تعمل دولار علامة تعجب str، ما بينفع هذا الشيء نهائيا في ال PHP special character. ف هو حيعمل لك يعني for example، خلينا ناخذ مثال. لا ممكن هون بنعمل ايكو اخر. اوكي، هلا نعمل ايكو اخر لل string 2 وبناخذ هذا str. هلا احنا كتبنا str2، خلونا هذا يكون str2. اوكي str2، وخلونا هذا نعملها for example حميد. اوكي grandfather. اوكي، ممكن اني اعمل هذا الشكل من ال str، control alt للاسفل، وكذلك ممكن اعمل dollar underscore str. اوكي، فهلا لما بعمل equal لهذا string فيني اعمل للاسفل واعمل هون underscore لل str2. فهذا بينفع. اوكي، هذا اللي يعني حذرتك من عنده. ايضا بينفع save، حذرتك من عنده لانه PHP كثير بيستخدم variables خاص بها بهذا الشكل، مثل ما لاحظنا بدروس السابقة. لاحظ string حميد، string حميد، لأنه إحنا ما ذكرنا هون ال br. لو أخذنا ال br عملنا هون save back to the PHP web browser، لاحظ string حميد، string حميد. فلا بالكت الحالتين بيستخدم، لكن دائما استخدم ال camel case اللي أنا ذكرتك بها، أو الحالة الاعتيادية اللي هي all small، وممكن تستخدم الأرقام بعد ال character. أوكي، خلينا نشوف طريقة أخرى اللي هي الـ invalid، الغير محبب استخدامها. لو جينا هنا عملنا هذا كله copy ونزلنا للأسفل وعملنا هون paste،
خلونا نعمل هذا كوبي او كنترول الت للاسفل للاسفل. اوكي خلونا نعمل هون سيف، وهذا نكتب ايسا، وهذا نكتب هنا ايسا، وهذا str 3. اوكي this one مفروض كان يكون 3. اوكي and this one 3 وهذا حيكون 4 وهذا حيكون 5 وهذا حيكون 4 وهذا حيكون 5. That's it. هلا بنعمل save، نرجع لهون بنعمل refresh. That's it. String isa is isa. That's it. حالات الغير محبب استخدامها انه انت تجي في الفاريبل، for example انه هذا الفاريبل هون عندك خلونا نضع عنها رقم 2. اوكي دولار 2 string 4، او نجي هون بنستخدم for example نشيل عندك ال underscore ونضع مثلا علامة التعجب. اوكي بنضع علامة التعجب. طبعا الكومبايل بيعطينا ايرور، عفوا مركو كومبايل، وانما الاي دي اي بيعطينا ايرور انه انت ساين تكست ايرور انكسبكتد. اوكي فهلا لو عملنا هنا بيست تجاهلنا الاكليبس. لاحظ لهذا انا استخدم الاكليبس كثير، لما بيعطيك الاقتراحات وبيعطيك انه انت عندك اخطاء، لاحظ قبل التنفيذ بيعطيك اخطاء. فهلا لو عملنا هذا السيف ورجعنا مره اخرى الى هون وبنعمل ريفرش، بيظهر عندنا ساين تكست ايرور انكسبكتد للتو لاين هيك هيك هيك، وبيعطيك انه انت عندك مشكلة في اللاين 35. خلونا نشوف اللاين 35 من هون بيبدأ. اذا اوكي انا عندي هذا خطأ، عندي هذا خطأ، عندي هذا خطأ، وعندي هذا خطأ. بهيك حالة اعمل save، لاحظ الاخطاء ايضا اختفت في الايكليبس. لو برجع مرة اخرى وبعمل هون run، لاحظ it's working. So اذا انتبه الى انه كيف تختار ال خلينا نقول كيف تختار الـ variables. الـ PHP هو loosely typed language، بمعنى أنه الـ PHP أوتوماتيكياً حيحول لك الـ variable إلى الـ data الصحيحة. أوكي وهذا الشيء حنشوفه بدروس القادمة كيف أنه هو loosely typed، يعني أنه أنت بالـ PHP إلى قابلية أنه بيحول الـ variable للـ correct data type، لأنه إحنا أيضاً في ال variables بنحتاج إلى شو؟ بنحتاج لي ال data type، صح؟ هلأ هون عندنا في variables، أوكي إحنا عرفناها 133.2. أوكي بنلاحظ إنه إحنا ما استخدمنا init float string. أوكي ليست كل اللغات الأخرى مثل في عندنا ال C C++ أو ال Java، إحنا شو اللي كنا بنعمله؟ كنا دائما نعرف الفاريبل على انه انت كانتجر، او كنا نعملها فلوت كفلوت، او نعملها يعني المبرمجين اللي ماخذين فكره كذلك في الجافا. اوكي لكن بنلاحظ انه هون في البي اتش بي ما بنعرفها اصلا، بنكتب الرقم. يعني احنا بس نعمل فاريبل، يعني ما بنعمل تعريف انت دولار اس اوكي حتى يعرف انه هو انتجر او فلوت او سترينج. ما بنعمل هذا الشيء، ما بنعرفها اصلا، ما بنعلن عنها. فبك حاله بنلاحظ انه ال PHP هو loosely typed language، بمعنى انه ال PHP اوتوماتيكيا بيحول ال variable لل data type لنوعه الصحيح. لهنا احنا حنوقف، نكمل وياكم ان شاء الله بالدرس القادم. مع السلامه.